حلقة اليوم معنا رويدة اللي جاي من سوريا، بلال اللي هو غجري عربي، وفرقة اليوغوسلافيان جيبسي براس باند. أوسترابو زرابو. علاقتي مع الموسيقى مثل حبيب وحبيبتي. مريم مريم غجري عربي وغجري وغزلاف بيغنوا بيعزفوا، ورويدة رويدة صوت كتير حلو. أنا بانتظارك خلي كوك ستوديو هو لقاء الحداثة مع التقاليد. فن من نوع آخر وجديد علي. حبيت الفكرة كتير تحمست. فيموس كيموس سيرادو سيجتي كدونمو ناترك زي يوغوسلافيا. لأول مرة رويدة وبلال ويوغوسلاف جيبسيز في أغنية مشتركة في كوك ستوديو. كوك ستوديو الاثنين 11 مساء على تلفزيون الحياة.